فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الوعيدية يقولون بإنفاذ الوعيد، ما معنى هذا؟ يقولون ما فيه عفو من الوعيد، لا بد يقع، ولا فيه عفو من الله سبحانه وتعالى، وهذا معناه التقول على الله بغير علم وجحد فضل الله جل وعلا، سوء أدب مع الله عز وجل. يلزمون الله بأن ينفذ وعيده، نعم، والله جل وعلا يفعل ما يشاء، إن شاء أنفذ وعيده وإن شاء عفا، وهو إلى العفو أقرب. نعم.